الفترة اللي فاتت أكتر من حد سألني إزاي يبدأ في مجال الجيم ديفلوبمنت، إزاي يعمل جيم. في الجيم اندستري إحنا بنستخدم حاجة اسمها الجيم انجنز. الجيم انجنز بتوفر علينا almost التولز اللي إحنا محتاجينها عشان نطلع جيم from scratch. أنا هتكلم النهاردة عن اليونتي لأسباب كتير، عشان هو سهل في التعامل جدا، فري، أنت مش هتحتاج تدفع فلوس غير في حاجات very very professional. طب أبدأ إزاي فيه؟ أنا هقول لكم ازاي تنزلوه، بس لو عايز ابدا اتعلم فانا هدخل على unity.com، بعد كده اختار ليرنينج، ستارت ليرنينج، البلاتفورم الاونلاين، وهلاقي 3 تابس، بروجكتس، كورسز، توتوريال. يعني هتلاقي حاجات هنا موجوده هنا في الكورسز والتوتوريال، بس لو انت بيجينر او عايز تبدا تتعلم صح، او هتكلم عن تجربتي انا، تدخل على البروجكتس. انا عايز اقول ان انا اول ما بدات كان تقريبا 11، دلوقتي بقوا كتير جدا. يعني احنا كلنا، يعني اي حد بتقريبا بدا على اليونتي بدا بالرولابول. انا هسيب لكم شويه لينكات في الديسكريبشنز كده، يعني ايه الجيمز اللي ممكن تشتغلوها في الاول. 2D جيم كيت ده نزل مؤخرا بس عظيم، مليان كميه تولز مش طبيعيه، تطلع لك جيم قويه جدا. 2D جيم كيت و3D جيم كيت، 3D جيم كيت تقريبا التولز بتاعته حجمها تقريبا كان 2 جيجا. تانكيز جيم عظيمة، الـ AI سيستم بتاعها والميكانيكس بتاعتها حلوة جدا. في برضو سرفايفل جيم شوتر، أو سرفايفل شوتر، الجيم دي برضو عظيمة. لحد قريب جدا كنت بستخدمها، بستخدم تولز منها، يعني بستخدم أكواد منها وكومبوننتس منها. كمان مميز في اليونيتي ليرن أهي سرفايفل شوتر. كمان مميز في اليونيتي ليرن ان هما بيعلموك ازاي تكتب سي شارب. يعني اليونيتي انت لما تيجي تكود بتكتب سي شارب، بيعلموك ازاي تكود. يعني فيها حاجات غالبا هتلاقيها في التوتوريالز، من اول يعني ايه داتا تايب لحد يعني حاجات بروفيشنال جدا. يعني وفيديوهات كلها ما بين 3 ل 6 دقايق، بيشرح لك يعني ايه الحاجة دي وبتستخدمها ازاي، بيشرح لك باكزامبل يعني بسيط جدا. برضو كنت بدخل عليها استفدت منه حاجات كتير. يعني كمان في بقى قناة على اليوتيوب قوية جدا، براكيس، انا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. برضو براكيس تقريبا احنا كل حاجة بنحب نعملها او بنحتاجها بنلاقي براكيس عملها، عامل ليها توتوريالز. هتلاقي حاجات كتير جدا لبراكيس، حتى كمان كان بيشرح سي شارب زمان. فبراكيس قناة مليانة، فعلا مليانة كتير قوي. انت لو قعدت يعني هتقعد فترة طويلة جدا عشان تخلص الكونتنت اللي فيها. وربنا معاكم.